انما احنا فوجئنا ان احد الكليات والاعلان بتاعها ان هي في مصر انها هتبدا تقبل من 50%. دي هتطلع لي ايه بقى يا دكتور اسامه؟ يعني دي مع كامل احترامي يعني هتطلع لي واحد شكله ايه؟ دي كارثه. وبعدين في الخطر بقى الثاني ان كليات بره ونزل الاعلان واحنا عندنا الاعلانات دي وليهم مكتب متعهد هنا في مصر. كليات في ليبيا متعهد كليات والله مكتب بيقول لك كليات في ليبيا عفوا يعني من 50% 50% والتكلفة الرسوم نص المصاريف اللي بتدفع في الخاص في مصر. طب ايا يعني كان ده يعني ايا كان هذا المتعهد وسامحني لان اللي بيشوفونا في دماغهم اسئله كتير. ايا كان هذا المتعهد او الكليه اللي في مصر اين الرقابه من هؤلاء؟ يعني الناس دي مش مستخبيه مش موجوده في حواري وفي ازقه ده موجوده في مدن وفي مناطق مفتوحه واعلانات واعلانات يعني فين الرقابه؟ المجلس الاعلى للجامعات لازم يطلع بيان اقوى حتى من البيان اللي احنا طلعناه من النقابه يقول انه اي حد هيقدم في الكليات دي تمام سواء في ليبيا ولا في السودان معناها دول فيها كليات تانية كويسه جدا انما في كليات خاصه اللي نزل عنها اعلان اي حد هيقدم في الكليات دي مش هيتقبل حتى لو خلص هناك يعني تمام. هو اللي بيتنقل في سنه اولى او ثانيه في قواعد الحقيقه عاملها المجلس الاعلى للجامعات اللي بيتقبل في سنه اولى او ثانيه لما يجي يتنقل مثلا كليه القاهره ولا بنها ولا بتاع بيشترط تمام. انه يكون جايب المجموع ساعه ما مجموع الثانويه العامه بتاع دفعته وقت ما اتخرج ما اتخرج من الثانويه العامه تمام. وبيشترط انه ما يكونش قضى في الكليه بتاعته اللي بره دي اكتر من 50% اكتر من مده الدفعه. ايوه فندم ايوه تمام. الخطر الاخير اللي هم ما انتبهوش ليه افرض الولد خلص خالص اتخرج من هناك زي اللي قلنا من اوكرانيا ولا غيرها لو اتخرج من هناك لازم المجلس الاعلى ما يكتفيش بالمعادله هما بيعملوا حاجه اسمها المعادله. امال يعمل ايه تاني؟ لازم يشوف الثانويه العامه بتاعته كانت ايه الشهاده الاصليه وخد المواد المؤهله ولا لا. صحيح زي ما بيتعمل مع بتوع الاي جي وبتوع الامريكان نفس الكلام بالضبط. ايوه بالظبط كده لانه الشباب دول منتهى الخطوره انه بعد ما يتخرج طبعا ده امن قومي يا دكتور اسامه ده وهو قومي. ممكن يجيب ورق من الكليه اللي هو كان فيها مظبوط جدا يقول لك خد مثلا 60 ساعه تشريح 60 ساعه كيمياء حيويه ما الورق هو فيه اكتر من ورق ده ضرب الشهادات والدكتوراه والحاجات دي حدث ولا حرج يعني عارفين. فانت لما تعمل معادله ورق بورق ممكن المعادله يطلع اوكي انما تمام. لازم يشوفوا اولا لازم يشوفوا شهاده الثانويه العامه بتاعته ايه أيوه. ثانيا طالما اتخرج من هناك لازم يتعمل له برومتريك اكزام زي الامتحانات اللي الخليج بيعملها لاي طبيب جاي من دوله ثانيه بيعملوا له امتحان برضه.